بسم الله. النهارده عندنا اداه حلوه بتضيف الليرات بشكل منتظم وشكل جميل في الاوتوكاد، بحيث ان الاسم يبقى ستاندرد حسب الكود البريطاني بي اس 1292/2007 الاي اي اي او الاي اي اي ايزو 13567 او السي بي 83. ده شكله بالظبط. تبدا تختار هنا التمبليت بتاعك، تمام، وتبدا هنا بقى تظبط مثلا الارتكشر ولا الاستراكشر، الكلاسيفيكيشن، البلوت ستايل، البنويت، اللاين بروبرتيز، وبعد كده بتقول له اد كرنت او اد اول انليس، فيبدا يعمل لي الليرات. هتيجي هنا من ادنس هتقول له او سي اس وبعد كده تراي، وهنا بقى تبدأ تظبط زي ما قلنا انت اني حاجة منهم، اني يونيكلاس تيبل، الديسبلين بتاعتك مثلا وليكن جاي اس، الكلاسيكيشن بتاعتك، الجرافيكس، الستيتس، هل هي حاجة جديدة ولا اكسيستنج ولا ديموليشن ولا تمبوراري، وبعد كده تختار الكالر والبنويت والبوت ستايل وتقول له اد كرنت، فيبدأ يضيف لك الليارات.